بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي، أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وصفة اليوم بإذن الله لكل من ترغب في تبييض المناطق الداكنة، الإبطين، الأكواع، الركب، الجسم، القدمين، وكل منطقة بها سواد داكن. ونتائج هذه الوصفة سيكون من الاستعمال الأول بإذن الله بمكونات بسيطة جدا والنتائج رائعة. ولكن قبل أن نطبق أي وصفة يجب أن نجربها على منطقة صغيرة لنتأكد من عدم تحسس البشرة منها. ودائما كما عودتكم أدعو الزوار الجدد للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ودعم هذا الفيديو بلايك ومشاركته مع الأصدقاء، وشكرا لكم وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي. لعمل هذه الوصفة نحتاج إلى أول مكون وهو حبة متوسطة من الليمون. نأخذ حبة الليمون نقطعها إلى شرائح بعد غسلها جيدا. طبعا نقطع حبة الليمون بقشورها ونضيف كأس من الماء. يمكنك تعويض كأس الماء بماء الورد. فالليمون هنا مبيض قوي جدا للبشرة ويعطيها نضارة وتفتيح، ويعتبر كأفضل مكون للتبييض وإزالة التصبغات من المناطق الداكنة في مدة قصيرة جدا، ولكن لا أنصح به صاحبات البشرة الحساسة. نضع الليمون والماء على نار هادئة جدا ليطبخ حتى يستوي جيدا، ويمكننا ضربه في الخلاط الكهربائي بكل سهولة. يجب أن يبقى القليل من الماء في حبة الليمون ليسهل علينا طحنها. بعدما طحنا الليمون نضيف إليه ملعقة صغيرة من الحليب المجفف أو حليب نيدو، ونضيف المكون السحري الآخر والرائع في هذه الوصفة وهو خميرة الحلويات. نضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات لهذه الوصفة الرائعة جدا في التبييض ومن أول استخدام. نمزج المكونات جيدا، وسنلاحظ هنا تفاعل هذه المكونات، معناه أن هذه الوصفة ناجحة معنا. ستبدأ المكونات بالتفاعل. سأرفع الصحن ليظهر لكم جيدا ويكون واضح بهذا الشكل. نمزج المكونات جيدا وتصبح الوصفة جاهزة معنا. ولكن قبل أن نطبق هذه الوصفة يجب أن نقوم أولا بعمل مقشر لإزالة الجلد الميت من المناطق الداكنة لتعطينا هذه الخلطة نتائج أفضل. نأخذ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نضيف إليها ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من البن أو القهوة. يمكنك استخدام الليمون والسكر كمقشر أو استخدام أي مقشر ترغبين في استعماله. أنا هنا سأستخدم مقشر القهوة وزيت الزيتون مع السكر. نضع المقشر على الأماكن الداكنة أو المناطق التي نرغب في تبييضها، مثل ما ذكرت سابقا القدمين، الإبطين، الكوعين، الركب وكامل الجسم، ونقوم بالتقشير بحركات دائرية بسيطة بهذا الشكل حتى نزيل كل الجلد الميت. نستمر في التقشير مدة 5 دقائق. وبعد مرور 5 دقائق نغسل المقشر ونطبق الخلطة مباشرة على المناطق الداكنة بهذا الشكل. يجب أن نوزع الخليط جيدا ونتركه حتى يجف. يجب أن نتركها حتى تجف تماما ثم تغسل بالماء الفاتر. تستخدم هذه الخلطة يوميا حتى الحصول على أفضل النتائج، رغم أن نتائج هذه الوصفة ستظهر من الاستخدام الأول. الوصفة تستخدم يوميا
أما المقشر يستخدم مرتين في الأسبوع، والسلام عليكم، في أمان الله.